أعزائي مشاهدين تلفزيون الرأي، أهلا وسهلا فيكم. لقاءنا يتجدد معكم في الموسم الثالث من بطولات جي اف سي غلاديترز فايتنج شامبيونشيب. في البداية أحب أبارك حق جمهورنا أن بحمد الله نجحت البطولة، وأبشركم أن تم بيع جميع التذاكر، وأحب أعتذر حق كل من يالنا وما قدر يدش الصالة بسبب أنه طبعا تم بيع جميع التذاكر. وطبعا مثل ما انتم عارفين ان الصاله صارت بصاله الخطيب في نادي العربي، وهو كان سبب اختيار هذا الصاله مثل ما انتم عارفين ان سمينا هالبطوله بطوله الجماهير، وكانت الاسعار جدا رمزيه عشان كنا نبي ان كل من ما جاء بالجي اف سي 1 جي اف سي 2 يكون متواجد معنا بجي اف سي 3. طبعا اثلج صدورنا حضور 4200 شخص، يعتبر هذا العدد عدد ضخم جدا نسبة وتناسب لعدد سكان الكويت. هذا يدل على انه احنا الرسالة تبعتنا توصل للمجتمع، الرسالة اللي احنا حابين نوصلها بنشر هذه الرياضة. احنا زي ما حكينا سابقا، احنا كان لنا الشرف في تأسيس اول منظمة كويتية متخصصة في إقامة هذه النوعية من البطولات ونشر الوعي لدى الشباب ولدى الجمهور العاشق للفنون القتالية، واحنا تأكدنا سعود من هذا الشيء وجود هذا العدد الكبير. خلينا نتكلم، احنا ثاني يوم لما بدينا نشوف الصور اللي التقطت للبطولة احنا ما صدقناها. بالفعل صالح، حتى يعني اول يوم صالح لاحظت احنا طبعا اجهزتنا ما شفناها نهائيا بسبب تجهيزات وكنا مشغولين. ثاني يوم بطل جهازي طبعا صالح صدمت صراحة بالصور، يعني كان في صور شباب ماخذينها بكل زاوية مختلفة، شفت الجمهور صراحة أنا ما صدقت العدد الهائل اللي وصل ما شاء الله. ولا طبعا ردة فعل طبعا صالح بالموقع التواصل الاجتماعي طبعا الانستغرام عندي، ناس باركت لي من داخل الكويت وخارج الكويت صراحة، يعني حتى اللي ما كان موجود بالصالة تابع الصور على الانستغرام وبارك لنا بهذا النجاح. فعلا الحدث كانت من ناحية التجهيزات، خلينا نبدأ في موضوع التجهيزات الإدارية، موضوع الإضاءة، الشاشات العملاقة اللي انحطت أعطت طابع مختلف لهذه البطولة عن جميع البطولات اللي نظمناها، وهذا كان يدل على أنه إحنا في كل بطولة راح نتطور وراح نتقدم وراح نقدم شيء جديد يخلي الناس ما تشعر في روتين التنظيم الإداري. بالفعل صالح، نقطة الشاشات هذه أنا كنت يوم البطولة كنت قاعد أروح أقوم من مكاني أروح بكل زاوية من الصالة، والحمد لله سألت الناس كل من حضر أكد أن الرؤية واضحة جدا، وكان في شيء مميز أن الشاشات الكبيرة كانت المقاطع المثيرة أو فيها أكشن يتم إعادتها على الشاشات. بالضبط، طبعا المخرج طبعا ما قصر في تلفزيون الراي، كان يحط إعادات بشكل تكنيكال كتير جميل نفس ما شفناها قبل شوي في لما عرضت البطولة بشكل كامل على تلفزيون الراي. سعود، خلينا نتكلم عن بعض التعليقات اللي اجت على مواقع التواصل الاجتماعي من جميع أنحاء العالم. الناس أول سؤال كانت تسأله هذا الحدث هذا وين صار، هاي الصورة وين. بالفعل صار لاحظت ان كذا واحد، حتى مو واحد، في ناس يسألونا وين قاعد يصير هذا، هل هذا صدق بالكويت قاعد يصير؟ صحيح. هل هذا الجمهور غايين يعني غايين بالحدث صار في الكويت؟ وصالح في نقطه جدا مهمه ودي اقولها، كان في قابلت في البطوله بعد انتهاء البطوله شخص اسمه محمود طبعا هو شاب صغير يقول لي ان ترى انا جاي من دبي الكويت خصوصا عشان يحضر هذا. على فكره انا شفته برا ودشيت الانستغرام ماله اليوم لاحظت انه بالفعل حتى مصور الطياره كاتب متوجه الكويت لحضور بطوله جي اف سي. هذا طبعا احنا كاسره جي اف سي نفتخر ان الناس توافد لنا من جميع، طبعا حاليا بالشغله وسط ومتاكد انا بالمستقبل راح يكون توافد من جميع انحاء العالم ان شاء الله. طبعا اختم هذه الفقره في تعليق حكى لي اياه بليك جرايس هو الحكم المخضرم المعتمد من قبل جي اف سي لاداره النزالات. بليك جرايس حكم في يمكن اكبر منظمات العالم على راسها كانت اليو اف سي، واحنا طالعين وصلوا على المطار حكى لو 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 اتصلتوا علي في نفس الوقت اللي اتصلوا علي فيه يو اف سي راح اختار اني اجي على بطوله جي اف سي لما شافوا من الروح. طبعا الجمهور كان متفاعل، يمكن جمهور عدد نسبة وتناسب إلى الألعاب الأخرى عدد جدا ضخم، إحنا يمكن الحين صرنا يعني قريبين من جمهور كرة القدم. أنا شفت أنا الطبل والجمهور متفاعل ومن جميع الجنسيات من جميع الأعمار جايين يدعموا اللاعبين، هذه كانت بادرة طيبة وكان شيء إحنا افتخرنا فيه لوجوده في هذا الحدث. صالح، وين نتكلم عن النزالات لاحظنا أنه طبعا كان
عندنا 10 نزالات، وفي احد النزالات ان اللاعب ما قدر يجي بسبب ظروف انه خارج عن ارادته بسبب الفيزا ما فيزا، فكانت النزالات تقريبا هم كانوا 9. نعم، اللي صار في النزالات نفس اللي شفتوها، جميع التعليقات اللي وصلتنا من خبراء ومن فنيين ومطلعين في هذا المجال ومتابعين لبطولاتنا حكوا انه كان في ارتقاء بالمستوى الفني للبطوله والماتشنج اللي صار بين اللاعبين. هذا لاحظناه في الطابع العام للبطوله مما امتع الجماهير، لانه سعود اليوم اللي بيجي بيحضر بطوله جي اف سي الحين تمثل الفنون القتاليه المختلطه يمكن في العالم العربي، اذا ما بدي احكي طبعا اكيد في الكويت، ولكن في العالم العربي بشكل عام. ارد واقول عادل كان واعد ان الكويت تصير عاصمه الفنون القتاليه، وبالفعل حاليا الحلم قاعد اشوف انه قاعد يتحقق، ان الكل قاعد يتوافد الى الكويت سواء لحضور البطوله او للمشاركه في هذا الحدث. فكانت هذه النزالات شفنا ارتقاء فيها بشكل ملحوظ من ناحيه السترايك، من ناحيه اللعب في وضعيات الارضيه، وهذا احنا ماشيين على نفس السلم العالمي للمنظمات الكبيره العالميه، ان بتبدا البطولات في مستويات متواضعه وبتبدا ترتقي هذه المستويات، لانه كل لاعب الان عنده لعبه معينه متبني او هو تلميذ في لعبه معينه، يتحول هذا اللاعب فيما بعد الى لاعب شامل، لاعب فنون قتاليه يقدر يلعب في وضعيات الاسترايك، يقدر يلعب في وضعيات الارضيه. شفنا، ما بدي احكي امثله عشان ما ابدا احاسب عليها من قبل اللاعبين، بس خليني احكي اللي اجى على بالي. شفنا محمد علي هو لاعب سترايك، كيف كان مستواه في اللعب الارضي بالفعل. كيف تخلص من وضعيات خطره. صالح، في نقطه جدا مهمه لاحظت رده فعل حتى اليوم، لما اليوم رحت يعني قاعد اروح المطاعم، اروح مجمعات، اشوف الناس كلها قاعده تتكلم عن هذا الحدث، وحسب اللي سمعته ان ترى جميع اللاعبين في الايطاليه سواء كان متخصص بالجودو او بالملاكمه بدوا يتعلمون العاب ثانيه، والخطه مالتهم ان يشاركون بجي اف سي. صحيح، واكثر شيء كان ملفت في البطوله تطور اللاعبين المحليين في الكويت بشكل ملحوظ جدا جدا جدا. طبعا احنا لاعبين محترفين اللي جايين، اللي بيجوا من برا هم لاعبين محترفين بالاساس، ولكن احنا اليوم احنا بنصنع الاحتراف من خلال اللاعب المحلي. شفنا التطور الموجود، يعني مثلا شفت انا عبد اللطيف، عبد الهادي العدواني، ولا قصورا بالاخرين، شفتهم لاعبين شاملين، شفتهم لاعبين امام ايه بيلعب في السترايك، بيلعب في صالح. لو لاحظنا الفتره بين جي اف سي 2 وجي اف سي 3 ما كانت كبيره وايد، بس لاحظنا تطور اللاعبين، تطور مستواهم، هذا اكبر دليل حرص ان تقديم الافضل. بالضبط، وكون البطوله تصير في هذا الوقت القياسي، الفرق بين جي اف سي 2 وجي اف سي 3، هذا تطور المتابعين والقراء بيعرفوا انه احنا وصلنا لمرحله من الاعداد الفني والاعداد الاداري متقدمه جدا، ممكن نوصل بكره ان شاء الله، لانه نعمل بطوله كل شهر او 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 حتى اقل، لانه صارت الامكانيات موجوده، التيم صار موجود، الفكر صار موجود، والخبره وهذه هي اهم شيء اصبحت موجوده. خلينا نتكلم الحين عن جي اف سي 4، عن جي اف سي 4 اللي الجميع بيسالنا بعد ما تحمس في هذا الحدث، بيسالنا عن جي اف سي 4 وامتى جي اف سي 4. انا راح اترك لك الاعلان صوت. طبعا احب اقول حق كل من يال لنا جي اف سي 3 وما قدر يدش الصاله بسبب ان عدد التذاكر خلصت وحاب يكون ويانا وبقلب الحدث، ان شاء الله جي اف سي 4 راح تكون بشهر 10. طبعا صالح راح تكون في مفاجاه جدا كبيره، هالبطوله راح تكون برعايه روني كولمان. طبعا اللي ما يعرف روني كولمان هو لاعب اسطوره في لعبه كمال اجسام، ويبناه روني كولمان هو بمناسبه ان حصول شركه وان بروتين على وكاله هذا الشخص. نعم، فبالتالي شركه وان بروتين راح تهدي الشعب الكويتي، الوطن العربي، بطولة برعاية أسطورة كمال أجسام زي ما تفضلت سعود، روني كولمان. روني كولمان هو شخص يضفي صفة العالمية على أي حدث يتواجد فيه، وجوده اليوم راح يعزز ويخلينا نقفز قفزة أكبر في وقت قياسي، راح يرتقي بمستوى اللاعبين أكثر وأكثر. أنا في معلومة بحب أتكلم عنها، معلومة فنية المعني فيها اللاعبين والمشاركين في جي اف سي. احنا بفضل الله حصلنا او تمكنا من وضع نتائجنا على موقع الشير دوغ العالمي. طبعا خليني احكي للي ما بيعرف موقع الشير دوغ، موقع الشير دوغ هو موقع عالمي
تنزل فيه نتائج البطولات المعترف فيها عالميا، واحنا الحمد لله حصلنا على الاعتراف من قبل موقع الشيردوغ، صار جميع ابطالنا موجودين على شيردوغ. في ناس كانت تتكلم يحكي لك فلان لاعب محترف ولاعب عربي ومحترف وموجود على شيردوغ، الحين انا احكي لكم جميع لاعبين جي اف سي موجودين على شيردوغ. هذه قفزه يمكن تكنيكال كثير اللي ينتبه عليها اللاعبين والمدربين اللي عارفين في هذا الموضوع. وجوده على شيردوغ هو حيمكنه انه يدخل في بطولات عالميه نفس سترايك فورس، يو اف سي، راح يبني ريكورد احترافي. بالفعل صالح، اللاعب لما يكون جاهز حق بطوله جي اف سي او اي بطوله في العالم يبي يوصل عالميه، يطمح للعالميه. ومثل ما وعدناكم دائما نقول لكم جي اف سي هي البوابه حق العالميه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، احنا اليوم حلقتنا راح نبدا في ابتداء من هذه الحلقة بعرض النزالات وتحليلها كما هو معتاد، ومقابلة الأبطال وتسليط الأضواء عليهم. راح نتابع في حلقتنا اليوم النزال، اخترنا لكم نزال قوي، نزال متابع جدا، هو نزال بين عبد الرحمن رمضان والبطل العالمي رامي البنا. راح نتابع هذا ولكن بعد الفاصل.